بص بقى نكمل اللي كمل هنا كمان اول الراوتر ده. ممكن نقول مع بعض الحاجات دي اكتب ايه؟ هو التاني انت اتوريتنا ان التاني برضه هيبقى زي ما هو الراجل احنا غيرناه بقى. بص دلوقتي انا على الراوتر كام؟ على الراوتر 4. اوكي الانترفيس دي هديها اي بي واقولها برضه اكتب ايه؟ انيبل وبعدين كونتي. يلا حد اول حاجه لا مش اي انترفيس، انا عايز اشوف الانترفيس انا بوصل بيه. اعمل اكزت، ممكن اكتب شو اي بي انترفيس. خلي بالكوا في الشغل في الحقيقه في النتورك انت ما بتشوفش الراوتر ده من انهي انترفيس متوصله، المفروض تعرف من الشهادات دي تعرف انهي انترفيس اللي انت عايزه. فانت عندك دلوقتي اثنين انترفيسز، فاست ايثرنت 0 سلاش 0 فاست ايثرنت 0 سلاش 1. لو جيت هنا على ده لا فاست ايثرنت 0 سلاش 0 تمام. اكتب ايه؟ عايز تغيره؟ تمام. سبنت ماسك. بعدين. شوت داون. اكتب انترفيس ام. باي ديفولت عايز اقول لكم الحته دي، باي ديفولت كل الانترفيسز اللي على الراوتر شات مقفوله، وكل الانترفيسز اللي على السويتش مفتوحه. باي ديفولت يعني بص لو بصيت على من ناحيه السويتش هلاقي انا ما كتبتش ولا نو شوت داون على ناحيه السويتش خالص، ما كتبتش ناحيته خالص. الانترفيسز بتاعت السويتش بتقوم على طول لوحدها. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز اجرب الراوتر ده اخلي مثلا من الراوتر ده بينج على الثلاثه دول شوفهم شغالين ولا لا. كونت اكزت شو اي بي انترفيس شو بقى الانترفيس ام ولا تمام. اعمل شوف الراوتر كده فيه ايه تمام. في شبكه اللي هي الكونكتد لو عملت كلمه بينج 10 0 0 1 تمام كده سكسس ريت 100%. هي اول واحده بس بياخدها بيعمل بروسيسنج بعدين يروح عامل سكسس ريت ايه الباقي كله تمام كده. يعني الكونكشن شغال في كونكشن ما بيني وما بين الانترفيس ده. لو جيت عملت 2 برضه شايفه تمام. ثلاثة الحتة بقى اللي أنا عايز أقول لك عليه دلوقتي النتورك اللي جوه هنا دي 10 صح؟ والنتورك دي 11. أجرب أعمل بينج كده على النتورك 11 مش شايف نتورك 11 تمام. ليه مش شايف نتورك 11؟ هنخش كده على الاي بي راوتنج كده نشوف بيعمل ايه. ماشي الاي بي راوتنج ما عندوش اصلا لاين يقول لي نتورك 11 بتروح لها ازاي. لازم انا اعلمه الحته دي. ممكن اعلمها له ايه بطريقتين. ايه الطريقتين؟ اعمل ايه؟ اعمل ستاتيك روت اعمل كون اخش على كون سي تمام واعمل اي بي روت نتورك 11 امس فاهم بيقول لي حط البريفكس ماسك حط الماسك بتاعها 255 255 0 تمام كده بيقول لي حط الايه يا اما تحط الراوتر النكست هوب نكست هوب اي بي يا اما نحط الانترفيس يا اما النكست هوب اللي هو اي بي سي دي ده احط اي بي نكست هوب اي بي يا اما بحط هو الانترفيس بتاع فاست ايثرنت ولا جيجا ولا لوب باك ده كل انواع انترفيس. فانا الناحيه دي مش عارف فاكرين الحته دي ولا ثانيه كده في الاي بي راوتنج هقدر احط
النكست هوب ولا احط الاوتبوت انترفيس. انا قلت كان في كيس واحده ما اقدرش احط فيها الاوتبوت انترفيس. يعني بص دلوقتي انا من هنا اقدر احط ايه؟ اقدر اقول له لما تروح على الترافيك بتاع نتورك 11 اطلع من هنا من الانترفيس دي، بس هيطلع يروح كده ولا يروح كده ولا يروح كده ما اعرفش. تمام؟ فانا بسهل له الطريق، اقول له ايه؟ لو عايز تروح نتورك 11 احذف الترافيك على الاي بي ده. تمام؟ فانا هعمل كده، هعمل هجيب الترافيك اللي هيطلع من الراوتر ده اخليه يطلع على الاي بي ادريس دي. تمام؟ الاي بي ادريس دي كام؟ لو بصينا كده عليها بص اقفل اللي هي بتاعتها 10.0.0.3. تمام؟ راوتر 5 راوتر كام؟ راوتر 4. تمام؟ اطلع اكزت. لو عملت شو اي بي روت خدي عليها في لاين جديد صح؟ طب لو عملت بينج بقى تمام؟ نجرب بقى نعمل بينج كده نشوف هل محتاج كده خلاص ولا محتاجين حاجه كمان؟ كده عرفت اوصل لكام؟ لا 11.0.0.1. تمام؟ ولو جربت 11.0.0.2 حد يعرف ليه ما عرفتش اوصل له؟ عشان ما حطيتش في الراوتر اللي فوق زي ما حطيتش فين في الراوتر اللي هو رقم كام؟ هو انا كنت حاطط حاجه في اللي هو الرقم 5 فوق اللي فوق ده 5. بصوا انا تخيل كده الترافيك ماشي ازاي؟ راوتر 4 حذف الترافيك على راوتر 5، وراوتر 5 حذف الترافيك على راوتر 6، راوتر 6 عايز يرجع للنتورك 10. هل انا عندي في راوتر 6 اي حاجه تقول لي اروح ازاي شبك 10 تاني؟ فالترافيك راح معرفش يرجع. تمام؟ طيب دي طريقه ما اتعلمنا بيها روتر، اتعلمنا ازاي نعمل ستاتيك روت. طب لو جيت بقى حاولت اشغل الريب، خدنا الريب وعرفنا ان هو من اوصال ده، احاول اخلي النتوركس اللي هي بتاعت 11 دي تتذاع جوه ريب، نتورك 10 تتذاع برضه ريب الناحيه الثانيه. اعملها ازاي؟ اجي بقى على كل راوتر شوف الانترفيس اللي عليه. تمام؟ عليه فاست ايثرنت 0/0، اروح كاتب يخش على كونفجريشن كونف تي، اقول له يا راوتر عايز شغل ريب. ماشي؟ قلت له يا راوتر شغل لي ريب. قال لي الكوماندز اللي جايه بقى، اقول له عايز اشغلها على النتورك، هتذيع النتورك كام؟ معناه ايه؟ معناه ان هو هيشغل البروتوكول اللي هو ريب على كل اي بي او كل اي بي في الكلاس 10 ده. يعني لو انا عندي مثلا في الراوتر بتاعي 3 انترفيس او 4 كلهم واخدين في نفس الرينج 10.0.0.1 وعاملين سب نيتنج او حاجه، هشغل على 4 انترفيس. يعني ايه؟ يعني بيشغل على الرينج بتاع العشرات اللي هو كلاس اي، اي انترفيس واخد في الكلاس اي هشغل عليه البروتوكول ده، هذيع منه الابديتس. يعني هبعت له يعني خليه هيطلع منه الابديتس، هيطلع منه الابديتس. ماشي؟ كل انترفيس الموجود في الراوتر ده وواخد رقم واخد 10 الاي بي ده او واخد 10 هيطلع منه الابديتس بتاعت الريب. تمام؟ ده كده راوتر 2. راوتر 2 تعال نشوف راوتر مثلا، مش هغلوش كله، تعال نشوف راوتر 5 هو ده اهم راوتر.
كونف تي راح داخل اقول له يا راوتر ثاني ممكن بس اشغل لي اشوف الاول بس الراوتر تيبل قبل ما اعمل له ده في حاجه جديده هو اصلا كان في ايه هو كان في واحده كونكتد واحده بس كونكتد ب 10 يا راوتر ريب شغال لي على النتورك 10 0 0 ماشي ده سلاش اي 5 لو انا كده عملت الراوتر ريب هنا على 10 هيشغل لي على الانترفيس دي بس الانترفيس اللي فوق دي بس يعني هي دي الانترفيس اللي برينج 10 تمام عايز اشغلها كمان على الانترفيس اللي فوق دي كمان نتورك 11 على نتورك 10 دي مكتبه ايه كمان؟ معلش سؤال هو هيبعت لما شغال على 10 هيبعت النتورك 11 او هيبعت اكنه بيعرف نتورك 10 بس هي بالريب نتورك 10 بس مش هيبعت الراوتنج تيبل بتاعه للنتورك 10 ولا لا؟ لازم تشغلها على النتورك 11 فاهمني؟ انت عايز تشغلها ماشي انا فاهم لا انا قصدي ان انت لو انت عملتها ال 10 دي هل هيبعت الراوتنج تيبل بتاعه عن طريق 10 عن طريق ليه لكل هيبعتها للنتورك كلها 10 هيبعت الراوتنج تيبل هيبعت الراوتنج تيبل بتاعته من 11 بتاعته من 11 بس هو ده بس من ناحيه ثانيه 11 يعني من ناحيه قصدي ايه؟ قصدي ان هو احنا قلنا الريب بيشتغل ازاي؟ الريب بيجي ياخد الراوتنج تيبل بتاعه كله ويبعته هيبعته من فين؟ هيبعته من على النتورك احنا عرفناه، احنا قلنا له عرف نتورك 10 هيبعته من الانترفيس اللي هي فيها عشرات بس مش هيبعته من الانترفيس اللي هي 11 كده هيبعته من الانترفيس اللي هي 11 طب ماشي ثانيا كده يبقى الراوترات الثانيه عرفت 11 دلوقتي اللي هي بالكوماند ده ان الاولاني ده يبقى معناه ان النتوركس كل الراوتر اللي في نتورك 10 عرفت ال 11 صح؟ تعالى نشوف ايه؟ يعني هو عنده في الراوتنج تيبل انت فاهم السؤال؟ انا تعالى نشوف بس الراوتنج تيبل هنا خدت بالكم الراوتنج تيبل هنا اتعلم النتورك 10 قلنا عارف منين قصدي عارف منين 11 انا قلت عارف هو كده عارف بقى كده عارف بس خلي بالك كمان نقطة صغيرة احنا قلنا الريب بيذيع الابديتس ازاي؟ من غير سبنتس صح؟ من غير سبنتس هتعلم نتورك 11 بكام؟ سبنت ماسك بتاعها كام؟ كلاس عادية تمام يعني انا عاملها اصلا كونفجريشن فوق كام؟ 255 24 بس هنا زح ابديتس على 8 تمام؟ سبنت 8 يعني ما ينفعش ان انا اعمل سبنتنج خلاص في الـ في الـ في النتورك 11 دي خلاص بالنسبه لي النتورك 11 دي لو جيت هنا مثلا على راوتر ده ووصلته بنتورك ثانيه 11 لا مش هيشتغل ولا دي ولا اللي فوق هيشتغل يعني انت عندك الروتس هتبتدي توزع هيبدا يبعت لما جيت هنا وعرفت نتورك 11 ثانيه هيجي الراوتر ده اول ما يجي له اي مثلا لا احنا قلنا الراوتر ده اول ما يجي له اي ابديتس الراوتر النتورك 11 هيبعت واحده كده واحده كده واحده كده هيعمل لود بالانسنج ما بين النتورك هنا والنتورك هنا هو مش بيشتغل ان هو من هنا هو شايف ان هو ممكن يوصل للنتورك 11 باص هنا وباص هنا لكن هم متوصلين لبعض تمام طيب كده انا بقى لو حاولت بينج ممكن يبينج بينج على 11 عايز بينج على 11 لا مش هينفع كتبت بينج انت بعت 11 0 0 2 دوت 2 ده هو اللي هو انهي واحد؟ دوت 2 ده اللي هو هنا. لو جيت هنا. احنا ما عرفناهوش. تمام. اجي هنا اشوف الراوتنج تيبل بتاعه بيقدر يوصل ولا لسه؟ ما بيقدرش. هقوم عليه الريب برضه. اوكي؟ اعمل شو؟ اعمل ايه؟ كونف تي. اقول له يا راوتر. ريب. نتورك. كده المفروض يتعلم نتورك 10 فهمني بقى ازاي عارف 10 عارف 10 ازاي؟ احنا عرفنا الريب ازاي؟ عرفنا الريب اول حاجه عرفنا على راوتر 2 ده شغلنا عليه الريب تمام؟ شغلنا على راوتر 5 الريب على الانترفيس اللي هي بتاعت نتورك 10 شغلناها كمان على نتورك 11
وجيت على الراوتر ده ورحت مقوم الريب على الانترفيس اللي هي سيريال 0 سلاش 0، فالابديتس بقى بتمشي من هنا تروح هنا وتروح هنا. هو انا لما بعمل بفتح الريب بعمل حاجتين، اول حاجه ان انا بعمل برودكاستنج او بذيع الراوتنج تيبل بتاعتي تمام للنتورك اللي انا قايله عليه تمام. تاني يعني حاجه ان انا بفتح الريب بتاعي ان انا استقبل ابديتس. فاللي حصل هنا ان هو لما انا عملت ريب نتورك 11 فتح الابديتس بعد بتاعته يعني، بس فتح فتح برضه عشان كده استقبل 10 صح صح كده. اه ما هو لو كنت فتحت بس اول تاني بروح فتحت هنا على مش هشغل حاجه، هشغل الراوتينج بروتوكول بياخد مكان في الميموري بس مش بيزع من اي حته من على ال من على بس كان يستقبل لا كده فتحت انت كده كده اصلا مش حاطط الانترفيس هي تستقبل ابديتس كده كده مش تستقبل ابديتس يعني الريب لازم افتحه الانترفيس معينه عشان اقول له استقبل الانترفيس دي ابديتس. دي الحته بتاعت الريب. طب تعالوا بصوا اوريكم حاجه حلوه الانترفيس دي. مثلا لو انا عايز شويه لعب شويه كده، لو انا عايز اغير اسم الراوتر زي ما هو اسم راوتر اخليه مثلا اسمه سي سي نيم كده هوست نيم. اه ليه؟ عشان لازم اخش على الكونف تي. بص انا جربت عشان اوريكم مثلا ايه اللي في كتبت هوست كده دوست تاب لقيته ما بيكملش، ففي حاجه غلط. دوست على امس فاهم يقول لي مش فاهم اصلا الكومنت. ادوس على خش على كونف تي كونف تي واكتب هوست كده صح سميه مثلا كده اتغير تمام. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل. ممكن اعمل باسورد برضه مش جايه هنا اسمها انيبل انيبل باسورد بس انا اسميها شريف ماشي. دي كده عملت باسورد. باسورد على ايه؟ لو فتحت اكزت اكزت تاني ماشي اوكي. اما جاي اكتب انيبل هيسألني عن باسورد مكتوب، بس هنا الباسورد بقى بتتكتب بطريقة مختلفة ما بيبانش نقط مش زي الويندوز. أنا هكتبها كده مش بيبان نقط، محدش يعرف عدد الباسورد اللي عرفتها قد إيه حتى. طب ثانية، أنت عملت باسورد من فين؟ يعني أنت كنت جوه إيه وعملت باسورد؟ أنت عملت كده اللي هو خالص اللي هو اللي هو الأول خالص اللي هو تمام عشان أنت عملت إنيبل باسورد وكنت جوه الكونفجريشن. هو كده كده عشان اعمل اي كونفيجريشن لازم اخش على الانيبل، قصدي اي عشان اعمل اي تغيير في الكونفيجريشن لازم اخش على الكونف تي تمام. طب لو عايز دلوقتي اعمل باسورد بقى للكونف تي مش للانيبل؟ لا الكونف تي مش هتعرف. لا استنى عايز تعمل ايه الباسورد ايه؟ انت دلوقتي عملت باسورد لان انا اللي هو المود ان انا ابقى اعمله انيبل اللي هو الاول اوكي. لو انا عايز اعمل باسورد بقى للمود اللي هو بتاع الكونف تي يعني الانيبل دي بقاش عليها باسورد. انت ممكن تعمل باسورد ازاي؟ ممكن تعمل باسورد مش عارف انا بس كتبتها ولا لا. بص الباسورد دي ليفلز ماشي. لو عايز تعمل بس مش عايز اضغط بس خلاص لو بص عشان لا دي اتلخبطت شويه. انا في حاجه اسمها لاين كونسول ولاين بي تي واي. اي حد اكسس الراوتر يكتب له باسورد ثانيه غير دي. مثلا اجربكم مثلا لاين اجرب واحده ثانيه لاين حاجه اسمها في تي واي. في تي واي ده عشان اكسس الاي او اس نفسه اوكي او اكسسه من بره خالص ماشي. من 0 لحد 15 حاجه اسمها باسورد. مثلا باسورد هنا اسميها مثلا سيسكو بعدين لوجن فاكر كلمه لوجن اوريكم دي عملتها ازاي. ايه استفيد منها يعني لو طلعت بره خالص المفروض هنا كان يسألني على الباسورد مش مشكلة بقى مش هشوفها لكم ازاي دي مش فاكر بالظبط بس هنا المفروض كان لما خدتها لوجن من الأول خالص لو أنا بأكسس البي تي واي المفروض يسألني على الباسورد. طب نجرب حاجة تانية دلوقتي ده راوتر 5 ماشي أجي على راوتر 6 مثلا
عارف بيسبورت التالنت ولا لا. بص هنا اول ما جيت اخش من راوتر تاني على الراوتر ده عملت حاجه اسمها تلنت وكتبت الاي بي ادرس اللي انا اخش عليه. انا كنت في الراوتر ده كتبت بس يعني في الراوتر ده كتبت تلنت على الاي بي ادرس بتاع اوكي. لما اخش هنا اكتب الباسورد بتاعت البي تي واي اللي انا لسه كاتبها من شويه بتاعت اللوج اللي هي سيسكو هتلاقي ان انا طلب مني باسورد اهو طلب مني اجربها تاني اعمل تلنت على 11 0 0 1 طلب مني باسورد اللي هي سيسكو اخش اكتب انيبل اكتب باسورد ثانيه اللي هي شريف حتى عامل سي سي ان اي بعد كده الراوتر اخوك انت دخلت على السي سي ان اي كده انا دخلت على الراوتر اللي هو راوتر نمبر 5 دخلت على الراوتر ده. طب عندي سؤال لو ما كنتش حاطط اصلا عليه باسورد كان هيحصل ايه؟ يعني لو جربت مثلا اخش من الراوتر كنت لا التلت ما اشتغلش غير بالباسورد لازم باسورد لازم الباسورد او في كوماند كده بيلغي الباسورد بس انا مش فاكر الكوماند ايه بيلغي اللوجنز يعني اكتب نو باسورد باين لوجنز حاجه كده يلغي لازم اعمل لها انتجريشن تمام كده انا دخلت على راوتر 5 وممكن من راوتر 5 ابتدي اخش على راوتر 2 كمان لو انا عايزها مفيش اي مشكله انا اصلا في راوتر 6 فممكن اروح كاتب مثلا من هنا انا دخلت على راوتر ده اعمل تلنت الراوتر ده كام؟ دوت 1 بص هنا ما رضيش يخش بقى عشان خاطر انا مش حاطط باسورد حاول يخش على يعني لو عملت بينج كلوزد لو عملت بينج هو كده بيدور في الدومين سيرفر هيقعد شويه بس يدور مش كنترول بس كده ما ينفعش كنترول شيفت 6 او كنترول بريك ده لو كنترول بريك ولا نقعد شويه وفي كنترول شيفت 6 بيقفل التاني بس شوف كنترول بريك بنكتب دلوقتي كده يعني ولا لا في الاول لا في الاول خالص من غير حاجه بس هي شوف كنترول بريك كان مش لاقي احسن بريك في الكيبورد مفيش بريك ايوه خلاص خالص تمام بس لو كتبت بينج 10 ده اللي يعرف يوصل له يعني تمام بس ماليش اكسس عليه عشان مش هعمل له باسورد لازم اعمل باسورد عشان اعمل تلنت عليه ماشي ده ان بريف كده الباكيت ريسر في حد ليه اسئله في الحته دي يعني حد في حاجه وقعت منه تمام ناخد بريك بقى ونكمل الراوتنج بروتوكولز بقى الريب فيرجن 2 وال اي جي بي طبعا مش عارف انا كنت اصلا عامل بلان ان انا اعمل الحته دي النهارده ناخد حته اي جي بي وبعد كده السيشن الجاي ده ماشي ناخد بريك بس شويه